السلام عليكم دابا حنايا كنتواجدو بواد القنار واليوم غادي نعرفوكم على واد القنار وعلى المرافق ديالو وعلى المواصلات اللي غادي تقدر تجيبك حتى لواد القنار والمرافق تبع معايا الفيديو من الاول حتى للتالي باش غادي تقدر تعرف كل شيء يلا ودابا غادي نوريكم المواصلات اللي غادي يقدروا يجيبوكم حتى لواد القنار اول حاجه خصك تشد لهاد البلاصه هادي بو احمد وباش تشد البو احمد كاينين الخطوط ديال الطاكسي من شفشاون ومن تطوان وموادلة و الا كنتي بالطوموبيل ستصل حتى لهاد الفيلاج هذا ديال بو احمد وهذا هو الفيلاج ديال بو احمد اللي جا في الطريق الساحليه ما بين وادلة وجبهه وهنا غادي تخلي الطوموبيله ديالك ولا جابك الطاكسي حتى لهنا هنا, هنا كاين فين تقدر تفطر وفين غادي تقدر تقدم المسائل ديالك اللي غادي تطلعها لواد القنار كاملة وهنا كاينين هاد الـ207 اللي كيوصلوا بثمن ب 20 درهم حتى ل 25 درهم البلاصة حتى لواد القنار. وكاينة هاد القنطرة هادي هي ديال واد القنار هنايا إلا بغيتي تخلي الطوموبيله ديالك راه كاين الباركينج وكاين حتى المواصلات كاين هنا 207 اللي غادي تقدر تدخلك حتى لواد القنار. وإلا كنتي في مخيم شمعلة حتى هنا كاينين هاد الـ207 اللي غادي تقدر توصلك حتى لواد القنار بـ25 درهم. ودابا غادي نشدو طرونسبور لواد القنار هذا هي وسبعةٍ الثمن ديالها لا 25 درهم 20 درهم على حسب شحال بكم على حسب المفاهمه ديالك وعلى حسب الشطاره ديالك وعلاش بالضبط غادي تركب من بوحمد لان بوحمد تماك المواصلات غادي تلقى موجودين واي حاجه بغيتيها من الصخره اللي غادي تقدر تحتاجها تماك في واد القنار غادي تلقاها تماك في بو الخضره الفواكه اي حاجه بغيتيها غادي تلقاها تماك في بوحمد. ومن اللي كتركب في 207 وكيدور القنطره وكيبقى غادي شاد الطريق ديال واد القنار تبارك الله كلها طبيعه وكلها جبال وهذا اللي تحت هو واد القنار وحنايا غاديين في الجنب ديالو هنايا بالنسبه للطريق الناس اللي باغيه تجيب الطوموبيل ديالها من الاحسن خليها في بو احمد ولا خليها في القنطره احسن لك لان الطريق هذه راه صعيبه وبزاف ديال الناس اللي كيتقولوا هنايا هنايا الطريق عاد كيصلحوها بالنسبه ملي غادي تكون غادي راه غادي تمشي نيشان ولكن الا جا زير عليك شي واحد كان جاي وانت غادي راه الطريق صعيبه بزاف وغادي تبقى غادي حتى غادي نوصلوا لهاد البلاصه هادي هذا هو واد القنار هنا بدا كيبان الماء وهنايا هذا هو الباركينغ ديال واد القنار بالنسبه للناس اللي عندها الموتور راه طريق ساهله والطاجي ساهله والموتور غادي يوصلك حتى لواد القنار وفي هاد البلاصه هادي في هاد الباركينغ هنايا غادي يحطك هنا, هنا 207 في الدخله ديال واد القنار وهنايا كان عندك بزاف ديال الباكتاج هنا راه كاينين هنايا السكان ديال المنطقه اللي عندهم هاد البغال وعندهم هاد الحمير هادو اللي غادي يدخل معاك حتى البلاصه فين غادي تخيم وهذا هو واد القنار بالنسبه لواد القنار تراجيديا النهار راه ما كافيش اقل حاجه هي بعد تجي تبات هنايا في المخيم هنايا ضروري هنايا كاينين غير لي طوند ما كاين لا ديور لا والو بالنسبه الا كانت عندك لا طوند راه مزيانه الا ما كانش عندك راه كيتكراو هنايا عند صحاب المخيم وبالنسبه احسن بلاصه غادي تقدر تخيم فيها هي تشوف شي بلاصه حدا الماء باش قد تسمع الخرير ديال المياه وبالنسبه كاينين شي بلايص اللي قرابين للموتور ديال الضو من اللي كيبقاو يضويو كيبقى تسمع داك الصداع من الاحسن بعد من داك البلاصه وبالنسبه لما هنايا في واد القنار راك تجي بالليل بالصباح في اي وقت جيتي غير غادي تقدر تلقى الما هنايا لان واد القنار عامر بالمخيمات وبالنسبه للتراجي ديالو راه هو بوحمد ولا القنطره ديال واد القنار اللي قريبه بزاف لبوحمد ولا مخيم شمعله تماك ترونسبور غادي تلقاوه وموجود وبالنسبه للناس اللي في مدينه شفشاون بزاف ديال الناس ديال عشاق المشي اللي كيجيبوا التراجي من اللور ديال واد القنار تقريبا واحد 6 ساعات راه الصراحه الله الناس اللي كيديروا التراجي راه كيستمتعوا بالطبيعه وتما الدنيا خاويه بزاف ودابا غادي نبداو التراجي ديالنا باش غادي نطلعوا للمنابع ديال واد القنار بالنسبه للوقيته اللي غادي تقدر تجي ليها واد القنار هي في الاول ديال شهر 7 لان هنايا كتستمتع كتكون الدنيا خاويه وفي الثاني ديال شهر 9 اما في شهر 8 راه بزاف الا جيتي في الفصل الشتاء شويه ولا فصل الربيع هنا راه الماء بارد ما غاديش تقدر تعوم ودابا غادي نبداو التراجي ديالنا بالنسبه للناس اللي كيجيو في شهر 8 وكيلقاو الدنيا عامره احسن وقت اللي غادي تقدر تطلع للمنابع وتاخذ تصاور مزيانين هي تنوض في الصباح بكري مع داك 8 وتطلع محدا كيكون كي الدنيا خاويه وتاخذ الراحه ديالك بالنسبه من اللي غادي تكون غادي في هاد المضايق هادي وغادي تطلع المنابع ديال واد القنار ضروري غادي تفزك من اللي غادي توصل لواحد البلاصه ضروري غادي تفزك غادي تهز الحوايج ديالك الفوق وغادي المهم هي راه ما غارقاش بزاف ضروري المهم غادي تفزك النص ديالك باش تكون عارف واول حاجه ملي غادي تكون طالع المنابع ديال واد القنار ضروري خصك تلبس واحد السبرديله اللي تكون ما كتزلقش المهم تكون ديال الماء وتكون دي ما كتزلقش ديما جربها مع الحجر لان هنا الحجر مع الماء وبزاف ديال الناس كيتمشاو على داك الحجر كيولي بحال الصابون وديما ملي تحط رجليك في الحجره ما تحطهاش بواحد الجهد لان لا حطيتيها بواحد الجهد غادي يوقع واحد الانزلاق ضروري حطها غير عليك هنا راه الحجر خطير وبالخصوص ملي كتكون غادي في الماء راه ما كيبقاش يبان لك النيفو فين غادي تقدر تحط رجليك في الماء كتبقى تبان لك الحجره وراه في وسط الماء راه كيزلق واد القنار من اجمل الاوديه اللي كاينين في المغرب اللي لقات واحد الشعبيه كبيره في المغرب وحتى خارج المغرب الاجانب كيجيو لهاد الواد هذا ولهذا هنايا في الصيف كتلقى بزاف ديال الناس هنايا الواد عامر وكيولي واد القنار موسخ لا راه ماشي واد القنار اللي موسخ أرى بعض الناس اللي كيجيو ولاد واد القنار هما اللي موسخين كيجيو يخيموا هنايا وكيلوحوا الزبل ديالهم ملي كيجي شي واحد كيلقى داك الزبل راه ما كيعجبوش الحال انت براسك الا خليتي الزبل ديالك وليتي مره اخرى وليتي لقيتي داك الزبل راه ما غاديش يقدر يعجبك الحال ولهذا الواحد يجي يحترم الطبيعه هادي ويحترم السكان ديال المنطقه ويحترم حتى العائلات اللي كيبغيو يجيو يزورو هاد المكان هذا لانه ولينا شنا واحد الدائره بزاف ديال الدراري كيجيو يخيموا هنايا كيكونوا بهم بزاف الضحك والنشاط ولكن اي واحد جا هذا واد القنار خصو يكون الاحترام لان قرابي نفتقدوا هاد الليلة بقات الاجواء هكا راه واد القنار تبارك الله راه كان فيه الماء بزاف في دابا راه كل عام كينقص وقرابي نفتقدوا خلينا نزيدوا نستمتعوا بهاد الجمال هذا قبل ما غادي يزيد يحرموا علينا ربي غير بالفعايل ديالنا وبالنسبه للبلاصه فين تقدر تعوم واد القنار كامل عندك فين تعوم غير هي كل ما زدتي بعدتي شويه زدتي شويه المنبع كتلقى المياه صافيه وبالنسبه للناس اللي كيبغيو ينقزو هنا بزاف كاينين الحجر فين غادي ينقزو غير هي الواحد قبل ما ينقز خصو يعرف واش كاين الفوندو ولا ما كاينش عاد ينقص ولا يشوف الناس اللي كينقزو كين في بلاصه راه كاين شي بلاصه اللي كتكون قريبه وانت كتنقز من واحد البلاصه بعيده الله يستر الواحد يرد البال ديالو وهنا يا واد القنار كل حجر عندك منين تنقز عندك اي بلاصه فين غادي تقدر تعوم هي كل ما بعدتي راه كتلقى المياه صافيه ونقيه واحسن بلاصه اللي غادي تقدر تعوم فيها هي اللي قريبه بزاف من المنبع لانك تلقى الماء ابيض ذهب وبالنسبه في الاول راه كتلقى شويه الماء مخوض وبالنسبه للناس اللي كتبغي تستمتع بالمياه الصافيه خاصها تنوض في الصباح بكري وتضرب شي عومه على الصباح بكري وهنا قربنا نوصلوا لمن بعد ديال واد القنار الاول بالنسبه ملي كتكون غادي في التراجي هذا الماء تبارك الله زوين ونقي راه تشرب منه ذهب وهنا راه كان واد القنار تبارك الله راكي تبارك الله الواد كبير بزاف غير هو دابا بدا ما الماء وهنا بالنسبه لهاد التراجي هذا زوين اي واحد جا لواد القنار يوصل حتى بعد الاول ولا قدر يكمل يزيد حتى بعد الثاني وهنا راه ما غاديش يندم لان هنايا الطبيعه وحتى التصاور هنايا كيكونوا زوينين غير هي يحاول يطلع بكري لان الدنيا كتكون عامره وبالخصوص السبت والحد كيكونوا كي الرحالات راه ملي كتبغي تصور تماك في المنبع ولا شي حاجه كتلقى الدنيا عامره لهذا الواحد يبكر ويبعد من السبت والحد يلا بغي يجي لواد القنار واللي يجي في الفصول اللي كتكون الدنيا هنايا خاويه راه كتم غادي في وسط هاد الجبال وفي وسط الطبيعه وفي وسط هاد الماء راه ما بالوقت حتى كتلقى راسك في المنبع وحنايا دابا راه قربنا للمنبع ودابا وصلنا للمنبع ديال واد القنار الاول هذا هو المنبع الاول ديال واد القنار ملي كتوصل لهنا كتلقى الماء بارد ديال هاد المنبع هذا وهذا الغار هذا هو اللي كيخرج منه المنبع ديال واد القنار من هاد الحجر هذا راه شحال هذه راه ما تقدرش تدخل لهاد الغار هذا ولا في الجنب ديالو بقوه الجهد ديال الماء كان فيه دابا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرجع المياه المشاري ديالها دابا هاد الاعوام هذا كيزيد يقلال عام على عام كيزيد كي يقلال واد القنار واي واحد ما شاف واد القنار يجي محد ومازال فيه المشوية. لان هاد الاعوام هذا ولا قليل وملي كتوصل لهنا لهاد المنبع هذا هو المنبع الثاني اللي جاي منه هنايا كاين الماء سخون وملي كتمشي لهاد البلاصه اللي خارج منها العين كتلقى بارد لان داك الماء جاي ضرب الطريق كيكون سخون وهذا الماء اللي كيكون خارج من داك الحجره يكون بارد وهنا الا قدرتي تزيد تكمل مازال فيك الجهد تكمل المنبع الثاني راه الطريق مازال طويل الا بغيتي تبقى غادي حتى لشفشاون والماء ملي كتفوت المنبع الاول كتبقى تلقى الماء سخون بالنسبه للناس اللي ما كتقدرش تعوم في الماء سخون تجي حتى للمنبع الثاني تماك راه كاينين واحد البلايص اللي تقدر تعوم فيهم كيلقى الماء سخون وبالنسبه ملي كتوصل للمنبع الاول وبغيتي تزيد تكمل راه راه جوج سوايع على المنبع الاول والمنبع الثاني وبغيتي ترجع بحالك راه تقريبا نفس المنظر نفس الطبيعه غير هو كتزيد تكمل شويه كلا كانت عندك شويه مع المشي راه تكمل كاين بزاف ديال الناس ديال التريب اللي كيكملوا حتى الشفشاون وهنايا هذا هو الشلال ملي كترجع بحالك راه كاين تماك جيت المخيم هذا الشلال هذا هنايا الناس كيدوشوا اللي كي ملي كتبغي تنقى من الماء ديال الواد هذا الماء هذا راه نقي وهذه هي الاجواء هنايا ديال الليل بواد القنار اجواء رائعه هنايا وكيبقاو الناس هنايا قصارين بالكارطا لان هنا ما كاينش الريزو و الى وصلتي حتى الليل هنايا غادي تقدر تلقى المبيت غير هي يكون عندك واحد الضوء باش تقدر تضوي لان هنا كاين الماء والحجر اما توصل حتى الوحدة جوج لاي وقت وصلتي غادي تلقى هنايا الناس المخيم ما كينعسوش وبالنسبه هنايا الماكله راه هنا الماكله المحليه ديال المنطقه بلديه بالصباح راه ليك الناس المنطقة بالبغرية الحرشة أي حاجة بغيتيها غادي تقدر تلقاها هنا في القنار راه ما تطيحلكش على بالك شي حاجة غادي تقدر تلقاها حتى الدجاج حي هنا راه كيتباع بالنسبة للماكلة راه ما غاديش تحرف هنايا أي حاجة راه كاينة هنايا هنا بواد القنار وهنايا الإخوان كنكونو سالينا الفيديو ديالنا اي استفسار ما عليك غير عندي الانستغرام اكريك بي راني كنجاوب كل شيء لان الفيديو قصير ما يمكنليش نقول لك جميع المعلومات وحتى في المواصلات كل واحد منين كيجي الا بغيتي شي معلومه ما عليك غير عندي الانستغرام اجريك بي راني كنجاوب كل شيء والناس اللي تيجاو اللي كي كيسولوني راه عارفين راني كنجاوبهم وبالنسبه الا بغيتي تتعرف على المزيد من الاماكن السياحيه ورا داير واحد الكونسيبت ديال الشواطئ كنعرفوا على الشواطئ وعلى المواصلات ديالهم معليك غير عندي القناة في اليوتيوب إيكريك بي فلوك تما غادي تلقى واحد البلاي ليست ديال شواطئ بلادي وعلى أي حاجة بغيتيها على الأماكن السياحية هنايا في المغرب غادي تقدر تلقاها وبالنسبة للناس ديال نجمة ستة راه هاد الفيديوهات هادو راه في واحد الصفحة في الفيسبوك عين على الأماكن ثم غادي تكتب غير عين على الاماكن في الفيسبوك غادي تلقى واحد الصفحه كيتلاحو فيها هاد الفيديوهات كاملين غير هما كيتلاحو معطلين بواحد اليومين ولا 3 ايام هنايا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا يلا تهلاو